تعالوا نشوف بقى ردود افعال المصريين على تركي وناسا وتدخله في الشأن المصري ومحاولة السيطرة على الأجهزة الناعمة أو الرياضة والفن في مصر. تعالوا نشوف الناس قالت إيه. أول تعليق معايا من أهلاوي بيقول فيه أهلاوي بيقول الخطيب هد الأهلي، هو تركي آل الشيخ غير لقبه من الشوال للبطل ليه؟ يكونش كان بيحارب في غزوة أحد وإحنا مش عارفين؟ اشرب يا عم تركي. محمد رشاد بيقول بداية تحويل الأهلي لنادي تسول ودخول المال الخليجي القذر للكرة المصرية كانت على إيديه للأسف، وخفض قيمة العملة المصرية جعل كل شيء في البلد بلا قيمة، من المنشآت للاعبين ومنك لله يا بلح. الخطيب هد الأهلي. طبعا الهاشتاج يا جماعة للهجوم على الأهلي، لأن الخطيب هو اللي دخل واحد زي تركي وناسا إلى النادي الأكبر إفريقيا وعربيا وفي منطقة الشرق الأوسط. أما لوليتا بتقول هي السعودية وشوال الفلوس مش ناويين يبطلوا يشيلوا النادي الأهلي من دماغهم ويركزوا أكتر مع الأندية الفاشلة بتاعتهم؟ والله يا لوليتا أنا مش عارف تركي إمتى هيسيبنا ويفكر في أهلي جدة مثلا. طيب عادل معطي بيقول الخطيب هد الأهلي، تركي ده مش هينتهي إلا بمائة ألف أهلاوي يهينوا أهله وأهل اللي ساندينه في المدرجات ومنعوا من دخول مصر بأمر الشعب. والله يا عادل نفسنا، لا ده عبد المعطي عفوا، عبد المعطي، والله يا عبد المعطي نفسنا نشوف الشعب المصري بيدي قراراته وبيمنع وبيؤمر مرة تانية إن شاء الله. حبيبة أحمد بتقول الخطيب هد الأهلي، لا الخطيب ولا ألف زيه يقدروا يعملوا حاجة، الأهلي ده لجمهوره مش لحد تاني. أخد بالك يا تركي وناسا، الأهلي ده لجمهوره مش إيه؟ مش لحد تاني. طيب محمد عبد السلام قال لك الخطيب هد الأهلي، الذين يدافعون عن الخطيب حتى بعد فضيحة تركي آل الشيخ هي نفس العقليات التي تقدس الأصنام والرموز ولا تستطيع أن تدرك أن البشر يصيبون ويخطئون، وأن انتماء فرد لمؤسسة كالجيش أو لنادي عريق كالأهلي لا يمنحهم عصمة من الخطأ والانحراف. وتشكرين يا محمد على الوضوح ومحاولتك أنك تقول للناس أن يا جماعة الأفراد بيروحوا ويجوا، المؤسسات هي اللي باقية ومصر هي اللي باقية، والأهلي طبعا باقي بتركي بالخطيب بيهم، من غيرهم هم ولا حاجة، ومصر أبقى من بلحة و النادي الاهلي ابقى من شوال الرز، لان في شوالة رز قبل كده كتيره جت حاولت تسيطر على النادي الاهلي وعلى الرياضه في مصر وعلى الفن في مصر. كل اللي عملوه عملوا لهم فيلمين ثلاثه صايصين كده ومشيوا، حطوا لهم لعيب مثلا سعودي مره لعب ومشي، وفضلت مصر للمصريين. وزي ما قال رئيس الجمهوريه محمد مرسي، ارض مصر حرام على غير المصريين، ورياضة مصر حرام على المجرمين والمخنثين، ومصر كلها بترفض أي حد جاي يشتري أهلها ولو بفلوس أو بغيره.